اهلا بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه النهارده وحدث جديد من مهرجان العالمين الجديده، نسخه العالم عالمين. والنهارده عندنا تغطيه خاصه جدا جدا جدا، الحقيقه نعتبر كده في احلى مكان في العالم، في احلى جو في العالم. النهارده كان في كمان مباراه الاساطير او اساطير كره القدم المصريه وقدام الاهلي والزمالك والمنتخب. ماتش النهارده كان تكسير عظم، كل واحد بيحاول النهارده يسترجع اللي كان فجره. كابتن حازم امام طبعا لعب النهارده 3 دقائق كانوا مرعبين جدا. ميدو بعد قرار العوده من جديد تاكدت النهارده ان هو لازم يتجه للبلياردو، يعني ما اعتقدش ان هي حته الكوره دي هتبقى يعني مناسبه، او النفس مش هيساعد، ولكن برضو تحت شعار ان دبل الورد يفضل ريحته فيه. كل واحد عنده حاجه حلوه وكل واحد عنده حاجه قويه، كابتن احمد حسن، كابتن عبد الظاهر السقا، نجوم كتير النهارده كانوا موجودين معانا. ولكن بالصدفه الحقيقه قبل ما اطلع الحلقه النهارده حصل لي موقف غريب شويه، لقيت حد من معجبيني وانا يعني قبل ما اطلع الحلقه كده ومتمسك، كابتن عشان خاطري عايز اطلع معاك عايز اطلع معاك. قلت له طيب خلاص، يعني ما اقدرش طبعا نقول للناس اللي بيحبونا لا، فقلت النهارده يطلع معايا ويشاركني كمان التقديم. انا عشان بس في مو كده مفيش حاجه يعني، عامل ايه يعني؟ قلت حد من معجبيني. أيوة مفيش حاجه اكيد يعني. انا من معجبينك، انا بحبك يعني. كابتن حازم صباح الفل، ازيك يا سيفوز؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كله حلو. النهارده ماتش عالمي بصراحه. الاجواء عالميه. الاجواء عالميه. بس انا شفت لما النهارده وترقيص انت وعبد الستار هي واحده لا بس شغل عالي برضه، لكن التجميع حلوه، الناس لذيذه، المود حلو جدا جدا. يعني الواحد هو جاي عارف يقول لك ايه، ما يبقى ماتش بقى وبتاع، بس بعد ما بتلعب وانت بتلعب وشايف بترجع تحس بقى 10 سنين فات وبتشوف نفس اللعيبه اللي كنت بتلعب معاها زمان بتلعب تاني. اي نعم طبعا الاحجام والاوزان والاشكال اتغيرت، بس المود حلو انك تلعب في وسط جمهور. النهارده كان جمهور كتير حوالينا واحنا قاعدين، فانت وانت لعيب تفتكر وانت بتلعب في الملعب وحواليك جمهور، فكان اجواء حلوه. وسبحان الله النهارده الجو عالمي زي ما انت قلت، جو حلو قوي 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 ما شاء الله يعني، والمود حلو جدا هنا في العالمين. والواحد في مهرجان العالمين الجديده والعالم عالمين وثلاثة وأربعة وخمسة، والله يعني هنا كل حاجة حلوة ما شاء الله. هسألك يعني سؤال بس، قول لي الصراحة، أنا بشوف العالمين دي يعني واحدة من أحلى البلاد في العالم، وأنت ما شاء الله يعني من بداية الصيف قاعد بتلف، كنت في فرنسا وبعد كده في إنجلترا ورحت قعدت لك شهرين في اليونان، يعني أما جيت العالمين والله بص شعورك والله إيه؟ والله والله يعني أنا لسه كنت في الراديو الصبح يا سيف، أنت عارف أنا بشتغل الصبح راديو، وجيت النهارده وعندي بكره استوديو، يعني أنا راجل أيوة ملتزم. أيوة يعني أيوة أنا عارف إن هم دول الثلاث أيام اللي أنت شغالهم السنة بجد والله العظيم لسه كنت بقول الصبح في راديو يا سيف، البحر اللي عندنا ده في الساحل، يعني أنا اليونان حلوة طبعًا، بس تخش البحر بتاع اليونان يا سيف المية مش زرقاء، المية وأنت يعني على الشط، سيبك من الصورة من فوق، لكن لما تنزل تحت المية رمادي كده شوية، والرملة سودة مش بيضة، فأنت عندك الرملة البيضة دي مع المية التركواز دي بالشفافة كده وحلوة كده، مفيش حد عنده يعني. اليونان مش كده، أسبانيا عن أسبانيا على البحر المتوسط، بس عمرك ما تلاقي في أسبانيا المية زرقاء كده، يعني اللي أنا روحتهم برشلونة أو مربية مفيش، اللي شايف المية عاملة إزاي مش هتلاقيها كده على البحر، ممكن تلاقيها جوه يعني تلاقيها من فوق، لكن على الشط كده المايه الرمله البيضه دي. نيس وكان انا رحتهم، نيس وكان المايه حلوه بس هتلاقي الشط زلط ابيض، يعني كل راح نيس وكان هتلاقي شط مش شط زينا كده، فاحنا عندنا حاجات كتير قوي حلوه. سانتروبي رحت سانتروبي؟ لا ما رحتش سانتروبي. انا رحت سانتروبي معلش يعني ما فيهاش حاجه لا يعني بقول لك الحاجات اللي هي الان يعني فاحنا للاسف ما كنا زمان ما بنستفدش من الحاجات دي، يعني شط البحر ده كله او الحته دي كلها من ساعه من بعد مارينا لغايه كان كل ده ما فيش حاجه، الحته دي كلها كام كيلو 20 30 كيلو العالمين مش عارف قد ايه بالظبط، بس كلها كانت فاضيه ما كانش حد بيخش فيها، يعني الحته دي كلها كنت تمشي من مارينا عشان تروح مثلا الناحيه الثانيه عند مرسى مطروح كنت بتلاقي كل ده صحراء على اليمين انت مش شايف البحر. السنه اللي فاتت صيف انا جيت هنا عملت برنامج كنا في نفس المكان ده بالظبط، والله العظيم ما كانش فيه غير 3 4 حواليا مثلا في الحته دي كلها. النهارده لما تيجي تبص الزحمه اللي موجوده، المول اللي احنا فيه ده محلات كتيره جدا حوالي 17 او 20 او 70 محل تقريبا مش فاكر قد ايه، الراجل خدني جوه لففني جوه حاجه حلوه جدا، الناس بره كتيره جدا،
استغلال الحاجات دي انك تبقى عندك الحاجات الحلوه تبينها. ده كان ينقصنا الاداره انها تطلع الحاجات دي. دلوقتي الحمد لله بص الشكل عامل ازاي. انت الناس كتيره جدا ان كان سياحه داخليه او خارجيه. فبجد انا يعني حاجه معموله زي ما الكتاب بيقول. اتمنى احنا كبقى كمواطنين نحافظ عليها. لان فكره انك انت تحافظ على الحاجه دي، دي حاجه شخصيه غير الناس تعملها، بتعمل حاجه حلوه المهم انت تحافظ عليها. فبجد والله يعني الواحد هيقول بقى يقول لك يطبل والحاجات اللي بنسمعها دي. انا بطبل للحاجه الحلوه والله بجد. لكن الميه اللي عندنا دي بالشط بالهواء ده بالشعب الحاجات دي مش هتلاقيها في حتت كتير في العالم. يعني هو السؤالين اللي حازم تاكيدا لكلامك اللي بنساله من النهارده من ساعه ما دخلنا للعالمين هما سؤالين مهمين جدا. امتى وازاي؟ يعني امتى الدوله المصريه قدرت ان هي تعمل البنيه التحتيه بتاعه مدينه زي كده؟ ومهما بقى نقعد نتكلم انا او حازم ونقول احنا في احلى مكان في العالم، احنا لازم تيجي حضرتك تبص قبل ما تشكر او تنتقد. لازم تيجي تبص، لازم تشوف العالمين دي عامله ازاي، لازم تشوف الحاجات اللي قدامك دي حقيقه ولا لا، لازم تشوف الخدمه عامله ازاي، الطرق، لازم تشوف النهارده التنظيم شكله عامل ازاي، لازم تشوف النهارده وجهه نظر السياحه العربيه او السياحه العالميه النهارده من مدينه زي العالمين دي الناس بتتكلم ايه. يعني كنا في الاوتيل دلوقتي، تعال اسمع كلام الناس، تعال اسمع انت كمصري شوف الناس بتقول ايه على مدينه زي كده، شوف النهارده الناس انطباعها ايه على ان ده موجود على اراضي مصريه، ان ده مش مكان في العالم. احنا لو عرضنا الصور دي وقلنا في اي حته في العالم الناس هتقتنع وتصدق وتقول لك بص يا عم، بص بره، بص الدنيا عامله ازاي. لكن ده عندنا احنا اللي بانيين واحنا اللي عاملين، وصناعه مصريه خالصه، مدينه مصريه بنسبه 100%، حاجه تخليك كده تفتخر وتخليك ترفع كده الحياه راسك لفوق وتقول انا مصري. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ما تكونش دي يعني المرة الأولى والأخيرة. كل يوم هتصحى الصبح في الدولة المصرية الجديدة أو الجمهورية الجديدة هتلاقي مدينة بتتبني، وهتلاقي مشهد جديد، وهتلاقي إنجاز جديد. ويا رب دايما كده يعني من نجاح لنجاح. السؤال اللي أنا بسأله، إيه اللي أنت لابسه في إيدك ده؟ يعني ساعة؟ لا الناحية التانية دي، يعني مش حاسس إن أنت كبرت على الحاجات دي بجد والله؟ دي؟ يعني أنت بنت جابتها لي. ما أنت بتلبس الحاجات دي. بنت جابتها لي. أيوه بنتك، أنت عندك بنت خلاص قربت تتخرج. أيوه هي جابتها لي. ايوه جابتها لك. يعني انت جابتها لي قالت لي البسها، فانا لابسها. يعني مش حاسس انت كبرت على كده؟ تفهمها لما بقى، يعني انا عارف ان عندك بنت ما شاء الله ربنا يخليها لك، بس انت ما عندكش المشاعر دي. ايوه انا عارف ان في فرق سن بيني وبينك 10 سنين. ماشي قدام بناتي. ايوه ضعيف، بس انت سنك ما يسمحش بكده تاخد حاجات بناتك وتنزل بيها، ده ينفع؟ لا يعني هي جايباها لي. يعني هي جايبه لك هديه؟ ايوه طبعا، مش هديه دي حاجه كده يعني هي عاملاها، فانا بلبسها عشان هي عاملاها. يعني وهي جايباها لي يعني. خرس الزرقاء. لا انا كمان عجبني ان انت اخدت القرار ان يعني خلاص ان انت سبت شعرك على طبيعته، بطلت بقى تعمل الالوان والحاجات دي. ده شيء الحياه كمان عجبني جدا، يعني عامل بقى نوع من السال خلاص تخش على بقى إيه؟ يعني تخش خلاص بيه، تخش بقى لا مع هي الفورمه اتغيرت بس مش عامل حاجه. لا الفورمه جايه شمال شويه. لا انت عملت اوقات برتقاني واوقات اصفر. ان شاء الله عمري في حياتي ما يعني ده انا يعني اموت ولا اعمل الحاجات الغريبه دي. الحاجات دي ما فيش. ما بحبهاش. تعليقك ايه النهارده بمشاركه ميدو بعد قرار عودته للملاعب؟ انا بتسرع في القرار ده امبارح، متهيألي يعني قالوا امبارح ولعب النهارده، انا متهيألي لازم يقعد مع نفسه تاني لان القرار ده اكيد هيعيد حساباته فيه. يعني هو استعجل امبارح، انا اصل كنت انا وهو بنتمرن امبارح في الجيم، فهو بصراحه خس. لا يعني خس وفت، فهو سخن. قلت له يا ميدو انت خسيت ما شاء الله وبتاع، انا بقيت وانا يعني خاسس عم كنت بلعب. قلت له والله ترجع تلعب يا ميدو انت شكلك يعني كويس. فسخن وبالليل طلع مع ابراهيم قال لك انا هلعب وبتاع. النهارده اعتقد هو نفسه هيعيد حساباته بعد الماتش، لازم ده شوط واحده في المحيط نزلت لغايه دلوقتي ما جاتش. وبعدين قال لنا سوري يا ميدو. خلي بالك اللي ساعده على الاستمرار في القرار ده ابراهيم نفسه. يعني ابراهيم نفسه هو بيقول له ايه ده بجد، وده خبر مهم جدا. ما ابراهيم واخد على الوش هو خاسس وفت، ما شافش النهارده. لا مش داخل في الاعماق معانا. انا عايز لما الماتش هيتذاع بعد الحلقه ابراهيم يطلع يعلق عليه. يعني هو مش متابع الاعماق زينا. بقول لك شوط واحده والله العظيم قال لنا سوري ايه الكوره ضاعت ما جاتش. قال لك عندنا 5 دقايق مستنيين. بس برضه لعلمك برافو عليه والله، خطوه كويسه انه يرجع يظبط فورمه ويرجع يظبط بالشكل ده. فكره ان انت يعني الواحد يزيد في وزنه وتخس دي صعبه جدا، عايزه قتال رهيب جدا. الاكل ده انك تستحمل ما تاكلش اسف صعبه جدا. وبجد بحيي كل الناس اللي عندها سمنه شويه وترجع تحاول تقلل،
دي حاجه صعبه. انا واحد ما كنتش، انا عمري ما كنت زمان بتخن وانا بلعب كوره، يعني زمان وانا بلعب كنت وزني على طول 67 كيلو. كابتن جوهر الله يرحمه يا سيف كان طول عمره يقف على، كنا مثلا واحنا بناكل يبقى في اوبن بوفيه كده، فهو بيبقى واقف على اول اوبن بوفيه او اخر اوبن بوفيه عشان وانت بتعدي يبقى هو شايف الطبق عامل ازاي وانت ماشي، يقول لك يروح واخد منك حاجات يشيل حاجات. كنت انا وعبد الستار الوحيدين في المنتخب اللي بيسيبنا نعدي على طول عشان احنا ما نتخنش، لكن مثلا مدحت بقى كمونه كله كان يعدي عليه لازم يتشال من الطبق حاجات. فعمر ما تعودت ان انا ما اكلش. انت كمان اكلتك يعني ما دلوقتي بقى بعد الواحد زدت شويه كده من 3 4 شهور جالي حاله نفسيه شويه فقعدت اكل فوصلت 85 كيلو. عمر في حياتي ما وصلت 85 كيلو. فحسيت بالمعاناه ان انت ازاي بتبقى قدامك اكل مش قادر تاكل وعايز تعمل ريجيم والكلام ده كله. فالرياضي لازم يبقى نوعا ما شيب، يبقى الشيب بتاعه كويس، ما يبقاش يعني بتضايق جدا لما اشوف رونالدو الكبير بجسمه عامل كده. رونالدو ده حاجه قيمه بالنسبه لنا، انا بحبه جدا حكايه. في لعيبه كتير وفي لعيبه تلاقيها فت زي ما هي، زي مثلا ريفالدو. بص ريفالدو عنده 50 سنه وجسمه ما فيش فات فيه خالص. انت برضو ما شاء الله يعني انت برضو الناس مش عارفه انت شكلك يعني ماسك نفسك ما شافوكش انت بقى ايه بالشورت والحاجات دي. الحمد لله الحمد لله احسن الحمد لله انه ما شافكش. يعني انت قاعد بالشورت والمايو يعني نطلع عندنا ايه النهارده؟ عندنا ايه فقرات؟ عندنا النهارده فقرات كتيره جدا، معانا اتنين من نقاد الرياضيين الكبار بعد الفاصل، الاستاذ فتحي سند والاستاذ حسن المستكاوي. والنهارده الاستاذ فتحي سند هو كان كابتن الفريق، هو النهارده اللي كان ماسك الفريق. انا عايز انا بشتكي الكابتن فتحي سند. وانا قلت له كل حاجه اتفق عليها ما عملهاش. اتفقنا معاه على حاجه، بس هو قال لي بصراحه حاجه، قال لي لما نجيب جونين هنطلعهم. هو بعد ما جاب الجونين فعلا، هو بعد ما خلص الماتش طلعهم الحقيقه. وعندنا كمان كابتن خالد غندور النهارده هيكون معانا، كابتن عبد الابزار السقا، كابتن احمد حسن، والنهارده عندنا مجموعه من النجوم هنتكلم معاهم على ماتش النهارده، وهنتكلم كمان على مباريات بكره، هنتكلم على ملفات مهمه جدا في الكره المصريه. نطلع فاصل، وبعد الفاصل استاذ فتحي سند، استاذ حسن المستكاوي بعد الفاصل.